مستمعين الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي سعيدة بلقيكم التواصل معكم. شهية طيبة لكل من هو على مائدة الغذاء، طريق سلامة لكل من هو على طريق، ويومكم سعيد ويومكم موفق. مستمعين الكرام، تحياتي الخالصة لكم وبداية أسبوع موفقة. وكالعادة كيف ما تعودنا في لقاءنا في حلقة يوم الاثنين، لقاء التأويل والحياة المنزلية، كاين مجموعة من الاقتراحات اللي مبرمجها لكم مستمعينا، وغتكون فرصة باش نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة ديالكم. بقوا معنا ما تمشيو فين، لقاءنا مازال في البداية ديالو، وحنا معكم حتى الوحدة أكيد بنغمات متنوعة وبأفكار واقتراحات رائعة. في انتظار مكالماتكم مستمعينا الكرام واقتراحاتكم، وفي انتظار أيضا الاقتراحات اللي موجودة لكم، غادي توقفوا مع فاصل موسيقي ورجع لكم، بقوا معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما، وبرنامجكم سيدتي سادتي سعيدة بلقيكم بتواصل معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا، أكيد أنه لقاء مازال مستمر معكم أوفيائنا حتى الوحدة. وغادي نعطيو مجموعة من الاقتراحات للسيدات بطبيعة الحال، ودائما كنرحبوا بكل أسئلتكم بكل اقتراحاتكم. نبداو باقتراح ديال المستمعة كريمة اللي قالت لنا 10 ديال المشاكل يمكن يحلها التالك أو البودرة ديال الأطفال. إذا البودرة ديال الأطفال كتستخدمها بالكبار والصغار يعني منذ مدة، ولا اعتقدنا أن الفائدة ديال البودرة هي فقط في أنها تخلي البشرة ناعمة، فكاين أمور أخرى يمكن أن نجربوها في بعض الاستعمالات المنزلية وتكون أو تعطينا نتائج مهمة. اذا الى شي مرات الاكسسوار ديالنا او السلسله ديالنا تخبلات، ف كنرشوا ليها البودره ثم كنفكوها بشي فنيته يعني ولا شي فيديل، كتفك ببساطه. غادي تفاجئي ديك الطريقه اللي كيتحل بها دغيا هذاك الشباك اللي كيكون باش تبقى ريحه زوينه في بلاصه الحوايج، ولا حتى في تحت الفراش، ولا في الارضيه. فيمكن لك ترشي واحد شويه ديال البودره، وممكن هذيك اللي تكون معطره في الارضيه ديال اللي كتكون تحت الدروج اللي بغينا نقولوا، اولا تحت الفراش، اولا يعني في الوسط ديال ادراج الحوايج، كتخلي ريحه زوينه وكتخلي ريحه معطره. بالنسبه للسيدات اللي الشعر ديالهم كيتيدم بزاف، يعني ما كتجي فين تغسل شعرات كتجيك واو تيدم لي عاود، اذا كديري شي شويه ديال التالك في يديك وكدعكي به ديك الفروه ديال الراس، فهو كيمتص هذاك الزيت اللي كتكون زايده في الشعر. هذه طريقه من الطرق. ايضا الا بغينا نخليو الملايات ديال السرير ديالنا ولا الخديه ديال السرير ديالنا بطبيعه الحال كما كنقولوا مره في كل 3 ايام حتى الاسبوع كنغيروا الخديات ديالنا، مره في الاسبوع حتى ال 15 يوم تنغيروا لي زور ديالنا بطبيعه الحال، ودائما كنهويو ودائما كنخليو الشمس يعني تدخل الغرفه ديالنا، ونحاولوا ما يمكن ان نهزو ديك الغرفه، نهزو ديك يعني ديك الناموسيه ديالنا ونهويوها قدر الامكان. ولكن باش نزيدو غير في الحرص اولا في التنظيف ديالنا في التعقيم، كاين واحد السيد اللي كياخذوا داك الديتورجون كيتخدم لا فارماسي باش كيبقاو يعني كي ديزانفيكتيو هذاك الفراش ديالهم. سينو نقدروا ناخذوا هذاك البودره وكنرشوها على السرير وعلى الخديات، فهي كتشرب داك العرق وكتزول داك الاحساس بالرطوبه ملي كيكون الحال سخون، ولا حتى ملي كيكون الحال بارد تنعاونوا بهذه الطريقه هذه. ايضا هي كتقول بلي البودره عندها قدره على امتصاص الزيت اللي يمكن لك ترشيه على بقع الدهون، مثلا الا كانت عندنا شي بقعه في شي حوايج كيتلمعوا، ولا شي زربيه، ولا في شي حوايج قبل ما نغسلوهم كنرشوا عليهم ديك البودره، كنخليو حتى كتمص هذيك الزيت، ومن بعد كننظفوهم. وبالنسبه للسجاده كنرشوا البودره على ديك البقعه ديال الزيت كنخليوها، ثم من بعد كندعكو هذيك البلاصه بواحد الفرشات ديال الاسنان يكون مابقاش كنستعملوها، ولا بشيته تكون ديال ديك الشيته ديال الحكام الصغيره تنحكو تنشطبو بها وكتزول بسرعه هذيك البقعه ديال الزيت.
ايضا البودرة يمكن اننا نفكو بها الاتساق ديال لي جوان د الغسيل اللي تكون مطاطيه، تنقدروا اننا نفكو بها بطبيعه الحال داك الاتساق بالنسبه للمسحوق ديال البودرة. دابا حنا على مشارف الربيع، والبودرة نقدروا نستغلوا ايضا هكذا الا كنا بغينا نتمشاو على البحر او لا باش ما تلصقش فينا هذيك الرمله، تنرشوا رجلينا مزيان بالرمله وكنتمشاو فوق الرمله ديال البحر. هي مهمه بزاف ومفيده بزاف، ولكن الا درنا طاك ما كتلصقش، اون فوا كتطلعي من الشاطئ غير كتسوسي رجليك كانك ما تمشيتيش على الرمله. هذه طريقه زوينه بزاف. ايضا كتقول باللي طالك تساعد على امتصاص العرق، اذا كنستخدموها بالنسبه لي صوندال ديالنا او للاحذيه او لي زيسبا، او دائما سبيبطات ديالنا نرشوهم بالطالك ونخليوهم، فطريقه اللي كتعاون، او نرشوهم بالطالك والطالك ونلبسوهم، فهي طريقه زوينه اللي كتحمي من التعرق ديال الرجلين بطبيعه الحال، وتخلي السبيبطات نقيه وما يوليش فيهم الريحه. شي مرات واخا كناخذوا سباط بثمن غالي، الى عرقلنا رجلينا فيه يمكن انه بطبيعه الحال يعطي شي شويه ديال الريحه. ف هذا الشيء علاش كان دائما كيتحاول السيدات انهم يلبسوا لي باموس مع مع الاحذيه ديالهم او لا تقاشر مع الاحذيه. ولكن بالنسبه لي صوندال صعيبه شي شويه، او بالنسبه لي موكاسان او لا ما كتجيش معهم بصراحه، فنديروا دائما تعلك لرجلينا كامله ونديروه لذاك الحذاء اللي غادي نلبسوا. ايضا من الاقتراحات المنظفه، يمكن لينا نرشوا هذه البودره مع البيكربونات صوديوم على السجاد قبل ما نديروا المكنسه الكهربائيه، فهي اولا المكنسه العاديه ديالنا، فهي كتساعد على خروج الاتربه من السجاد وكتنشر رائحه زكيه في الفضاء، وكتعاون البيكربونات على انهم يديروا الخدمه ديالهم وتنقي لنا هذيك الزربيه. بالنسبه للارضيات بحال الباركي، يمكن كدير الاصوات بعد فتره من الوقت، فنرشوا شي شويه ديال تالك غادي يمنع هذا الصوت، ومن بعد نشطبوه. اذا هي مجموعه من الاقتراحات اللي يمكن، او مجموعه من الامور اللي يمكن ندخلوا فيها التالك ويعطينا نتيجه زوينه ويعطينا نتيجه مهمه. بطبيعه الحال حنا كنرحبوا بكل اقتراحات السيدات وبكل ارائهم، بكل اقتراحات المستمعات وبكل ارائهم. حنا مازال مواصلين ومازال مستمرين بافكار متعدده. غادي ناخذوا معنا افكار اخرى. كتقول بالنسبه لواحد المستمع، هذه فكره بصراحه عجبتني بزاف بزاف بزاف. علاش؟ شي مرات كيجينا سفر على غفله، ولا كنسافروا كنخليو الثلاجه فيها شي حاجه مكونجوليا، ملي كنرجعوا ما كنعرفوش هذيك الحاجه واش ديكونجولات واش كونجولات، واش طاح الضو، يمكن يطيح الضو، يمكن بزاف الحوايج. فاحسن حاجه هو اننا كناخذوا واحد الكاس ديال الماء مجمد، يعني كناخذوا واحد الكاس ديال الماء كنجمدوا داك الماء وتنديرو في الفريغو وتنحطو فوق منه واحد درهم، قطعة نقدية، درهم 4 دريال ولا 2 دريال اللي بغيتو، المهم قطعة نقدية. فإلا رجعنا ولقينا القطعة النقدية في بلاصتها، معناه أنه ما طاحش الضو، ما ديكونجولاش لينا المجمد، وما ديكونجولاتش الماكلة، إذا كيف ما خليناها كيف ما بقات. إلا جينا لقينا ديك القطعة النقدية في وسط داك الما وعاود مكونجوليا، معناه أن داكشي ديكونجولا وعاود تكونجولا، إذا هنا ما كيخصناش ناكلو هداكشي، لأنه غيكون بطبيعة الحال مضر للصحة ديالنا ويقدر يسبب لينا مشاكل صحية. وهذا اقتراح رائع جدا المستمعة كريمة، اللي يمكن أننا به نراقبوا الثلاجة ديالنا واش بقات مكونجوليا ولا ديكونجولات داكشي، ديكونجولات داكشي اللي فيها. من الاقتراحات ايضا ديال المستمعه كريمه، كتقول سلام اختي سكينه، معك ناجيه من وجده، تبارك الله عليك راكي منوره ميدغادو، شكرا ليك على اختك ناجيه. كتقول هذه نصائح اليوم كنقدمها لكم لتبييض الملابس، كنديرهم في الماء مغلي وكنضيفوا لهم طرنشات ديال الحامض لمده 15 دقيقه، اذا يعني نغطسوا هذوك الحوايج ديالنا اللي باش نبيضوهم في الماء مغلي، وتنضيفوا عليهم طرنشه ديال الحامض ونخليوهم لمده 4 ساعات ثم نغسلوهم الله يعطيك الصحه. كتقول ايضا اقتراح، الا بغينا نخليو الشعر لامع نضيفوا معلقه صغيره من خل الشعر من بعد ما نغسلوه مزيان، يعني كان بحال كنغسلو شعرنا، كنديرو شعرنا واحد الحمام ديال الخل، ومن بعد تنغسلوه بشامبوان ديالنا بلا بري شامبوان، ونديرو الماسك ونديرو يعني الزيوت ديالنا ولا اللي بغينا، ومن بعد راه كيرجع الشعر داك اللمعان ديالو داك الخل كيعاون. كتقول الا بغينا نخليو الليمون،
يعني البرتقال اللي يعطينا اكبر كميه من العصير، وحتى الحامض علاش لا، يعطينا اكبر كميه من العصير تنديروه في المسخون مده ساعه قبل ما نعصروه. اذا هذه طريقه باش يعطينا بطبيعه الحال اكبر كميه ممكنه. كاين اقتراح اخر للمستمعه كريمه كتقول هذه طريقه باش نضفوا المقله الثقيله اللي سنديروا فيها البطبوط او اللي كنديروا فيها المسمن، كتقول كندهنوها بصابون ديال الحجره مزيان وتنرشوا على الفورس مزيان وتناخذ واحد الحلفه ديال السلك وتنكونوا بحق كتكون بومبي باش ما تجرحش لينا داك اللواني، وكنبداو نحكو مع شويه ديال الماء، وانتي كتحكي حكان خفيف حتى كيزول داك السواد، من بعد كنغسلو عادي بالماء والصابون، النتيجه كتكون رائعه وهي كتكون النتيجه قدامكم لانني شفت التصويره تكون رائعه جدا. اذا هذه طريقه من طرق بطبيعه الحال مستمعتنا الكريمات. كان طلب ديال المستمعات ديال طرق لتحضير الخميره البلديه، اليوم جبت لكم واحد اربعه ديال الطرق بطبيعه الحال باش نوجدوا الخميره البلديه في الدار، في انتظار انكم تاخذوا ورقه وستيلو، في انتظار ايضا اقتراحاتكم، في انتظار ايضا مكالماتكم. غادي نبقاو مع فاصل موسيقي وراجعين نشوفوا شنو هي الطرق اللي يمكن نحضروا بها الخميره البلديه، وايضا ناخذوا اقتراحاتكم. بقاو معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على نيت راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. كنرحبوا بكل السيدات والسادة ايضا، اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا. اسبوع بايقاع النسائي 100% غادي نتواصل معكم طبيعة الحال مستمعينا الكرام، نتمنوا دائما نكونوا عند حسن ظنكم وتطلعاتكم، فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ارقامنا مفتوحة لكم لاجل التواصل 0522 46 72 50، اولا 51 اولا 52. ايضا فيكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، كتابتكم هذا معدي خلو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا فيكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي سيدتي سادتي. اذا كنرحب بكل رسائلكم مستمعينا. رساله من المستمعين كتقول صباح الخير عليكم، اذا سمحتي اختي سكينه جاوبيني على سبب غياب اختنا عفاف وشكرا. عفاف ان شاء الله قريب غتدخل، هي في كونجي ماتيرنيتي ترزقات مولود ومازال كترتاح شي شويه، وان شاء الله غادي تدخل بطبيعه الحال وترجع تواصل معكم من المباشر باذن الله في برنامجها بطبيعه الحال. صباح الخيرات، صباح الخير اختي سكينه تبارك الله عليكم. وخلالا غادي نقولها بطبيعه الحال للطاقم وهما يشوفوا هذا المشكل في ميدلت. كاين سؤال اخر، السلام عليكم تبارك الله عليكم، بغيت شي طريقه باش نلمعوا الاينوكس وشكرا. اذا الطريقه باش يتلمع الاينوكس كنسبق وتكلمنا عليها بطبيعه الحال، يمكن لكم تستعملوا الصابون البلدي تندهنوا به الحاجه ديال الاينوكس وتنخليوها واحد المده ديال 10 دقائق حتى لربع ساعه، ومن بعد تنظفوا بسائل اللواني ديالنا مخلط مع شي شويه ديال الخل تنظفوا به، ومن بعد تنعاودوا نشللوا دوك اللواني ديالنا، منها كيتعقموا منها كيتنظفوا بطبيعة الحال وكيبقاو كيلمعوا. كاين سؤال ديال المستمع كريمه كتقول عفاك سكينه عاودي لنا الطريقه ديال مطيش هذا الحك. ان شاء الله وخلا لا بكل فرح غادي نحاول انني نعاود لكم الطريقه. وعلى اي حال كانت مستمع كريمه اللي هي ليلى ام ياسين كانت وضعت لنا طريقه باش يمكن انا نصنعوا مطيشه بطبيعه الحال في الدار، وايضا كانت سبق وعطينا اقتراحات ديال المستمع كريمه ديال كيفاش اننا نحضروا مطيشه. انا في انتظار اني نرجع لها وغنرجع لكم بطبيعه الحال طريقه تحضير الخميره البلديه. غادي ناخذ معايا بعض المكالمات اولا قبل منها نعطيهم طريقه مطيشه. اذا المستمع كريمه كتقول الطريقه باش نصاوبوا مطيشه، كناخذوا مطيشه كنغسلوها مزيان كنقسموها على اربعه وكنديروها بجلودها وزريعتها في طنجره وتنخليوها طيب، ومن بعد كنطحنوها مزيان في الميكسور كنصفيوها في صفايه كبيره ونعاودو نرجعوها طيب شي شويه غير باش ينقص شويه ديال الماء اللي فيها. تنديروها في قراعي معقمين وهاد القراعي وكنطيبوا هاد القراعي 10 ديال الدقائق في الكوكوت، وهالمطيشه ديال الحك ديالنا واجده بدون اضافات بدون حتى شي حاجه، ما كنلونوها ما كنديروا ملحه ما كنديروا حتى شي حاجه، غير مطيشه بوحدها كطيب وكنعاودو نطيبوها بهذه الطريقه هذه. نحروا مكالمه معنا لالا سعاد من الرماني. مرحبا بك لالا سعاد، صباح النور. الو صباح الخير. الو صباح الخير لالا سكينه. مرحبا بلالا، الله يطول عمرك، مرحبا بك. تنموت عليك اختي وحق الله يكبر العظيم. بيك الله يحفظك لالا يخطيك، الله يطول عمرك لالا يحشمنا يا رب. مرحبا بلالا. اختي عندي واحد بغيت اختي عندي بغيت كيفاش يتلمع الرخام، عاد تنبنيو في واحد الكوزينه تلماع ديال الرخام، وعافاك هذيك البوطه اينوكس والفران ديال اينوكس كيفاش يتنظفوا؟
واخا انا غادي نسجلها دابا طريقه باش نشوفوا. مرحبا بكل فرح. الرخام والجليش والبوطه ديال الانوك في الفران. نعم اذا قلت كيما قلتي دابا الفران ديال الانوكس والبوطه ديال الانوكس والبوطه ديال الانوكس والرخام والزليج ديال الارض حيت عاد تنبنيو باقي داكشي باقي جديد بغينا غير كيفاش نبقاو نظفوه. واخا ولكن بالنسبه للزليج دابا باقا في ديك البقيه ديال السيما وداكشي ولا منقيو بغيتي غير طريقه باش بقيت نقيه؟ لا بغينا ما بغيناش نبقاو نديرو ديك المواد الكيماويه حتى نشوفها حتى تبيض الزليج. ايه نعم واخا سكينه تنموت على كيخ. الله يخليك لي الله يطول عمرك على سعادتك صحتك والله يحفظك. امين امين ويحفظ لك مع زالك. مرحبا بك مشرفانا منورانا اللي حشمنا يا رب وتنطبق. الله يحفظك اللي حشمنا يا ربي اللي حشمنا. شكرا اختي. مرحبا بلاله سعاد. مرحبا مرحبا بلاله وسلمي اللي كنستقبل المكالمات. مرحبا مرحبا الله يحفظك الله يحفظك لاله سعاد. شكرا جزيلا على كلماتك الطيبه والله يتلج صدري ملي كنسمع هذه الكلمات الطيبه منكم وكنطلبوا ربي اللي حشمنا معكم ويخلينا دائما عند حسن ظنكم يا رب. بالنسبه للسؤال ديال المستمعه الكريمه فيما يخص تنظيف الزليج، اذا احسن طريقه باش كننظفوا الزليج وتبقى تلمع وتبقى زوين وتبقى نقي، كنجفوا جفافنا عادي ديال كل نهار، كنديروا المنظف ديالنا العادي ديال كل نهار، ولكن مره في الاسبوع ناخذوا هذاك ناخذوا صابون البلدي بحال هكا في الليل وتندهنوا صابون البلدي على ذاك الزليج. كنحاولوا ندهنوا عليه من الاحسن حتى الليل باش ماشي شي واحد ينوض بالليل ويزلق ولا شي حاجه كنهيئوها تنقولوا لك الدار فوالا راه كاين الصابون البلدي في الزليج عندكم تندهنوا هذاك الصابون الصابون البلدي وتنخليوه ليله كامله. صباح فاش كنفيقوا اول حاجه كنديروها تنسيقوا الدار تنظفوا هذاك الزليج ديالنا من داك الصابون البلدي ويستحسن ان داك الماء اللي غنسيقوا به يكون الماء وفيه الخل الابيض تنظفوا داك الزليج ديالنا منها كنعقموا الارضيه الا كانوا عندنا الوليدات الصغار ومنها كننظفوا تنظفوا داك الزليج ديالنا ومن بعد كنديروا التسييقه ديالنا العاديه وراه تيبقى الزليج كيلمع ونقي مره في السيمانه مره في 15 يوم مره في الشهر راه تيبقى الزليج نقي وكيلمع بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للتنظيف ديال البوطه ديال لينوكس ولا ديال الفران ديال لينوكس احسن حل هو البيكربونات ديال الصوديوم بطبيعه الحال كنستعملوهم كمنظف. احسن حاجه تناخذوا البيكربونات الصوديوم ديالنا تنخلطوهم بالماء تنديرهم على البوطه ديالنا او على الفران ديالنا وتنخليهم واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه ومن بعد تنمسحوا داكشي كننظفوه ويستحسن ان نعاودوا ننظفوا بالخل البيض كمعقم ومن بعد تنعاودوا نمسحوهم عادي كتبقى كتلمع وكتبقى نقيه. بالنسبه للفران من الداخل تندير واحد الاناء فيه الماء سخون والخل وهذا يستحسن مره في الاسبوع فيه الماء سخون والخل واذا بغينا شويه ديال البيكربونات الصوديوم علاش لا تنخليوه تيسخن في هذاك الفران ديال يعني تيكون في شي اناء اللي ماشي مشكل تنخليوه غير تيسخن شويه وكنخرجوا كنحلوا الفران في داك اذا بغينا نقولوا داك السخونيه ديال الفران اللي من بعد ما كنطفيوه في ديك السخونيه ديال الفران بعد ما كنطفيوه نردوا الباب بطبيعه الحال نتحرقوا وتندوزوا على داك الفران من الداخل بداك المحلول راه كياخذ كاع داك اللي داهم وكاع ديك الاوساخ تيحيدها وتيزولها. بالنسبه للطريقه ديال تنظيف الرخام الرخام باش كنعاونوه باش كيبقى نقي وكيبقى زوين احسن حل ديال الرخام هو الخل الابيض. اذا الخل الابيض كنمسحوا به الرخام ديالنا بطبيعه الحال ما يكونش معلك ما يكونش موسخ بزاف الا كان موسخ تنقدروا نعاونوه بالبيكربونات ديال الصوديوم ما تعطلوش في الرخام لانهم يقدروا يحفروه يعني دغيا كندوزوهم كمعقم كمنظف الى غير ذلك وتنظفوا بالخل ما نخافوش منه نخلي واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه ومن بعد ندوزوا بوتشامون ديالنا فراه هذه طرق اللي كتنظف وهذه امور سحريه اللي خاصها تكون عندنا في الدار. وتحياتنا مره اخرى لمستمعتنا الكريمه من الرماني. غادي نمشيو لهاد المره الرشيديه معنا لاله فاطمه. لاله فاطمه مرحبا. السلام عليكم سكينه. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش اخبار لاله؟ لاباس الحمد لله. تحت لاباس على خير الله يطول عمرك بارك الله فيك. لا تريد لا تباغا مي براديو احسن اذاعه. الله يحفظك يا لاله الله يخليكم علينا. وتحنا والله العظيم الا كنحبكم وكنتمناو دائما نعطيكم كل 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 ما كيفيدكم ويسهل عليكم الماموريه. راه القلب على القلب. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. مرحبا بلاله الله يطول عمرك. لا لا يخطيك الله يبارك الله فيك. مرحبا. عندي واحد الاقتراح. مرحبا. كيكون الحمض بزاف دابا كيكون كثير. اها. كتجيبي. اها.
تدوزي لواحد تمسحي بواحد الزيت ما توصلي اييه كداني بزيت البلديه اها كتجيبي الطحين ديال الفرن كتبيدي عليه يا سلفي كتحطي فواحد الباني وكيبقى لك ربع ساعه ولا خمس شهور وكيبقى مزيان اييه طريقه زوينه هادي صح الله يعطيك الصحه الله يعطيك الخير اختي سكينه الله يكبر بيك لاله وتحياتنا للناس الرشيديه الله يحفظك مرحبا اقتراح رائع جدا الله يعطيك الصحه شكرا جزيلا لك لاله لاله اختك بارك الله فيك ناخذ معنا مكالمه مواليه هذه المره من سلاله لمريم لاله مريم مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته انا اختي كنبغيكم الله يحفظك كنحبوا بعدياتنا حنايا اكيد هذا احساس كيدوز راه الراديو شي حاجه الا شي القلب كيخاطب القلب الا كان فعلا القلب صادق تيخاطب القلب صادق كدوز المحبه الا ما كانش راه ما كدوش وحنا كنحسوا باننا كنحبوكم فاكيد انه حتى محبتكم كنحسوا بها لاله الله يدوم المحبه امين يا رب امين يا رب انا مزوقاتك عاودي لي مرحبا بلاله ديال الهريسه الهريسه وعلى فكره على سميتو الرخام اللي هضرت لي عليه واحد بنت اختي في العرايش بالمناسبه كنجي اختي تحيه من العرايش اي تحيه للناس العرايش ربي يخليك حطات عليها شي طنجره سخونه وما عرفتش باش مسحات واش ولا خلات البلدي المهم عطاها طبعه كحله طبعات ما خلات ما دارت ليها بقات لي الرخام ما كنديروش ليه الصابون البلدي الرخام الرخام ما كنديروش ليه الصابون البلدي الزليج اللي كنديرو ليه الصابون البلدي الا كاينه شي طريقه الله يسهل عليك وخلا نبحث في هذه المساله هذه لان اول مره كيتطرح عليا السؤال هكا ديال السخونيه غادي نبحث في المساله ونجاوب بكل فرحه على المساله الهريسه انا مزوقه الهريسه تو دو سويت مرحبا مرحبا بلاله الله يطول عمرك لاله اختك بارك الله فيك تحياتنا تحياتنا مرحبا 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 بلاله اكيد هنا مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام سنرحبوا بالجميع وكل اوفيائنا شكرا جزيلا لكم على وفائكم لنا بطبيعه الحال وسنرحبوا بكل المستمعين الكرام وغنمشيو ناخذوا معنا مكالمه اخرى وغادي نرجع نجاوب على المستمعه الكريمه بطبيعه الحال فيما يخص طريقه تحضير الهريسه ناخذوا معنا لاله فاتحه من جديده مرحبا بك لاله فاتحه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته البرنامج كتفيدونا بزاف مرحبا بلاله الله يحفظك بغيت نقترح واحد الاقتراح ديال اينوكس تفضلي كنسمعك السيده اللي عيطت قالت لك بغات تنضف اييه مرحبا لو جافيل لو جافيل لو جافيل كديري كاس تقريبا بحال دابا انا الدراري ديال اينوكس ندير لهم واحد الكاس ديال لو جافيل ومعاهم شويه ديال الماء تقريبا شي كاس وكنحطهم فوق البوطه وكندير داك الشيته ونبقى ندور عرفتي داك الكحال وداك الصدا وداك الشيء كلشي كيتبعك كتولي بيضاء اييه الكسرونه الا تحرقات ليا ولا شي حاجه حتى هي كنديرها نفس سميتو نحطها فوق البوطه بلا بيكربونات بلا حتى شي حاجه غير لو جافيل والماء والشيته ومن الاحسن الا كانت عندك داك شي تلقاصه ديال الحديد اييه كتبقاي دوري هكا ما حتى هي كطيب له الجافيل وداك الحرق كيحيد اييه الله يعطيك الصحه ديالي وشكرا ما عندي ما يتسالك تبارك الله عليك وهذه طريقه سهله وسريعه سهله وسريعه داك الساعه غير كتحرق ليا شي حاجه كنكون واقفه في الكوزينه كندوز عليها طيب كتفضي مع هذيك الساعه ما شافني حداش حرقت الدراري ديال اينوكس كيجيو غزالين كيولي تشوفوا فيهم وجهك اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه لاله مرحبا وحنا اكيد ان شاء الله مازال مواصلين مع المستمعين ومازال مستمرين حنا مازالين مواصلين معكم مستمعينا غنتوقفوا للحظات مع فاصل اعلاني وراجعين بطبيعه الحال نواصلوا معكم لقائنا المباشر بقوا معنا ما تمشيو فين رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم سيدتي سادتي سعيده بلقائكم التواصل معكم مستمعينا وغادي نمشيو مباشره ناخذوا معنا الاقتراح ديال المستمعات اللي باسمنا كيفاش تحضر الهريسه وناخذوا الخميره البلديه ايضا اذا الطريقه باش نصنعوا الهريسه لاله كتاخذي كيلو ديال الفلفله حلوه حمراء دين كيلو ديال الفلفله حلوه حمراء كتنقيها وكتقطعها مربعات وكتفوريها في الكسكاس مع حفنه عامره ديال السودانيه مغسوله اذا نعود كيلو ديال الفلفله حلوه حمراء كتنقيها وكتقطعها مربعات وكتفوريها في الكسكاس مع حفنه عامره ديال السودانيه مغسوله ملي كطيب كديريها في الميكسور مع اربعه ديال الفصوص ديال الثومه وقشور حامضه محكوكه اذا ملي كتفور تنديروها في الميكسور مع اربعه ديال الفصوص ديال الثومه وقشور حامضه محكوكه وعصير حامضه وشويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخل
اذا من بعد ما كتفور تنديروها في الميكسور مع ثلاثه ديال مع اربعه ديال الفصوص ديال الثومه وقشور حامضه محكوكه وعصير حامضه والملح ومعلقه كبيره ديال الخل وكطحني كل شيء وكديري في قرعه ديال الزاج وكتغطي السطح ديال الهريسه بالزيت باش ما تصوفش وكديريها في الثلاجه. هذه طريقه باش يمكن لك تهيئي الهريسه ديالك في الدار وطريقه زوينه وزوينه بزاف. نمشيو لطريقه تحضير الخميره البلديه. اذا عندنا دابا اربعه ديال الطرق. اول طريقه تناخذوا حفنه ديال النخاله ديال القمح تنديروها في واحد الكاس فيه الماء وتنخليوها ليله كامله. اذا كاس فيه الماء تنديروا حفنه ديال النخاله ديال القمح وتنخليوها فيه ليله كامله. من بعد كنصفيو هذيك النخاله من الماء وتنضيفوا لها حفنه ديال القمح دقيق وتنخليوها يومين مغطيه بالبلاستيك يعني البلاستيك المطبخي. ومن بعد يومين كتصبح الخميره ديالنا جاهزه للاستخدام. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه تناخذوا اللبن تنخليوه خارج المبرد يعني خارج الثلاجه حتى كيتعزل الماء ديالو. من بعد تناخذوا هذاك الماء وتنضيفوا ليه كميه من الدقيق ديال القمح حتى كيولي متماسك كيولي عجينه وتنخليوه مغطي بالبلاستيك لمده يومين. ملي كنقول البلاستيك يعني بابي سولفيريزي او لا البابي سولوفان. تنخليوها لمده يومين ومن بعد تصبح الخميره ديالنا موجوده. الطريقه الثالثه تنعجنوا كميه من الدقيق مع الماء دقيق القمح مع الماء وكنضيفوا ليه فص ديال الثوم تنخليوه داخل داك الاناء مغطي كما قلنا بالبابي سوفيريزي ولا بالبابي سولوفان لمده يومين ومن بعد تنحيدوا دوك الطرف ديال الثوم فكيصبح كتصبح الخميره ديالنا واجده. اخر طريقه اللي كنقترح عليكم من الطرق اليوم تناخذوا العصير ديال الحامض تنضيفوا ليه كميه من دقيق ديال القمح مع النخاله ديالو تنخليوه يومين ومن بعد وكنغطيوه بطبيعه الحال ومن بعد كتصبح الخميره ديالنا واجده. وبهذا الاقتراح غنوصلوا لختام لقائنا اليوم طبيعة الحال مستمعينا. كنتمنى ان اقتراحاتنا تكون نالت اعجابكم ورضاكم. كنعتذر من الاوفياء او من الوفيات اللي ما قدرناش ناخذهم معنا دابا عبر الهاتف لان وصلنا لنهايه البرنامج. ان شاء الله غدا غيكون موعدنا بطبيعة الحال المتواصل وغدا لقائنا لقاء المظهر خاص بك سيداتي. غدا نهارك بطبيعة الحال كيف ما تعودنا اسبوع كيكون للسيدات اسبوع كيكون للرجال. غدا خاص بك سيداتي بطعم اليوم العالمي للمرأة. كيفاش تهتمي بجمالك بالاناقه ديالك بالمظهر ديالك. غدا غتكون فرصه ان شاء الله مع المختصه ديالنا من 12 حتى الوحدة. كنشكركم مستمعينا وكنتمنى لكم يوم سعيد. كنشكر وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج سميحه الشوبي في استقبال مكالماتكم. كنشكر كل المستمعين الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. شهيه كانت طيبه كنتمناها لكم. ما سخيتش بكم. تهلاو في راسكم دمتم في رعايه الله. الى اللقاء.